حتى عينينا على حاجات ما كناش شايفينها من الأول، زي العاصفة بعد ما بتمر بتخلينا نتأمل البحر ونبص فيه نشوف السماء. لما نعرفش نقول كلام حلو، كلام الحلو بقلوب السيمة. أبلة حكمت ضمير أبلة. طبعا الأجيال الجديدة بالنسبة لهم أنه فاتن حمامة يبقى ضمير أبلة حكمت. الأجيال بتاعتنا تاريخ طويل جدا لسيدة الشاشة العربية. من أهم الأفلام في وجهة نظري المتواضعة جدا أفواه وأرانب، وطبعا أريد حلا. بس أفواه وأرانب ده لأنه تركيبة تبدو مختلفة على فاتن حمامة، مش علشان لقوا أنها قامت بدور رفاق. طب ما في دعاء الكروان كانت قايمة بدور فتاة صعيدية من قلب نجوع الصعيد. هي المسألة في أفواه وأرانب تحديدا فاتن حمامة كانت متألقة وشديدة الاختلاف. إلا أنه لازم يبقى فيه سؤال، فاتن حمامة في وسط جيل مهم جدا من النجمات والممثلات استطاعت ان هي توجد لنفسها مكانة مختلفة بل شديدة الاختلاف. السؤال هو ليه؟ خلوني اروح اولا وارحب بمؤرخنا الفني الكبير استاذ محمد شوقي. ازاي الصحة؟ منورنا حبيبي يا استاذ يوسف. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. مساء النور. واحنا بنتكلم عن فاتن حمامه، فانا حتى ذكرت انه افواه وارانب ده علامه فارقه في تاريخ سيده الشاشه العربيه، وانه مختلف حتى عن ادوارها الريفيه اللي سبق قدمتها سواء اذا كان في دعاء الكروان او غيره. فافواه وارانب فاتن حمامه تالقت واختلفت، صح ولا انا غلطان؟ طبعا يا استاذ يوسف، هو السيده فاتن حمامه هي سيده الادوار المختلفه، وخاصه ادوارها في السبعينات كانت ادوار مختلفه وادوار بتناصر وتساند قضايا المراه، زي امبراطوريه ميم واريد حلا وافواه وارانب. هذا الفيلم اللي كان بيناقش الانفجار السكاني في وقته، وحصلت فيه على شهاده تقدير من الزعيم محمد انور السادات، لأن الفيلم لقى صدى كبير جدا في الرأي العام، وده كان تجربة جديدة إن فاتن حمامة تعمل دور بالشكل ده، لأن كان جديد قوي إنها تتغلغل في القضايا الانفجار السكاني بالشكل ده، ما كانش لسه حد تناولها في السينما المصرية التناول المباشر. وطبعا كان نجاح مدوي، الفيلم ظل 19 أسبوع يا أستاذ يوسف في دور العرض. يعني 19 اسبوع فيلم اجتماعي. ما هوش فيلم اكشن بالزبط. او كوميدي، مش فيلم مش فيلم تجاري زي ما بيتقال بالضبط. وطبعا دي لان فاتن حمامه كانت بتعرف كويس قوي الجمهور عايز ايه، وكانت حتى ان كانت في الفيلم كانت بتراعي جدا انها تكون تلقائيه حتى في ارتداء ملابسها، لدرجه انها كلمت الفنانه رجاء حسين في الفيلم وقالت لها ما ينفعش الملابس دي ما تناسبش دورك، انت ست عندك اولاد كتير وطبعا ملابسك هتبقى باليه. وبالفعل غيرت ملابس رجاء حسين عشان تناسب دورها، لان كانت بتبص للممثل اللي قدامه يا استاذ يوسف، بتبص للممثل اللي قدامها لازم يكون هو مهيئ للدور عشان يخدم الدور ويخدمها في الفيلم. طيب ده بيخليني اروح للسؤال اللي انا كنت بطرحه، ليه فاتن حمامة قدرت انها تحتل مكانة مختلفة تماما عن جيلها كله من النجمات، بالرغم ان هم كانوا جيل كبير وعظيم ومهم ومبدع، بس هي كان ليها مكانة معينة من بداية فاتن حمامة؟ كان فاتن حمامة عندها حضور وكاريزما كبيرة جدا الى جانب موهبتها، ووجهها البريء كان اصدق الوجوه، اصدق الوجوه او اصدق الوجوه واقربهم لدى المشاهد. الجمهور اعتبرها فرد من افراد الاسره المصريه على مختلف العقود، وفاتن حمامه احترمت جمهورها جدا واحترمت عقليه جمهورها، فقدمت افلام مختلفه
ما قدمتش قيمه تبع السوق التجاري او متطلبات السوق، لا قدرت تقدم الادوار المختلفه، وقدرت تعمل الروايات الادبيه لكبار الادباء والكتاب، وقدرت تغير من جلدها من مخرج لمخرج من جيل لجيل. عشان كده فاتن حمامه قدرت انها تكون زي ما كان بيطلق عليها الفت، الالفه بتاعت جيلها او بنات جيلها. وبالفعل قائمه افلام فاتن حمامه قائمه مليئه بالاعمال الكلاسيكيه الهامه في تاريخ السينما المصريه. اللي برضو يدعو للإعجاب وليس الاستعجاب انه فاتن حمامة فضلت طول الوقت متربعة على عرش العمل، يعني لآخر أعمالها هي الاسم اللي بيه العمل يتباع. وده دليل قاطع على ان فاتن حمامة كانت حريصة على صورتها تفضل هي النجمة الكبيرة اللي بتأدي الأدوار المهمة في جميع أفلامها. وأنا عايز أقول حاجة مهمة جدا يا أستاذ يوسف لو تسمح لي. طبعا. الفنانة الكبيرة فاتن حمامة كانت من أكثر الفنانات في تاريخ السينما المصرية اللي قدمت نجوم كوجوه جديدة أصبحوا فيما بعد نجوم وعلامات كبيرة أو في تاريخنا السينمائي. يعني من الآن إلى الآخر يعني بيشار أو دايما بيثار إن السيدة فاتن حمامة كانت ضد مثلا وجوه جديده يكونوا معاها في المسلسل او الفيلم، وده منافيا للواقع بصفه قطعيه جدا يا استاذ يوسف. والتاريخ بيقول اللي انا بقوله لحضرتك ده يا استاذ يوسف بالتاريخ. يعني لو بدانا نقول ان فاتن حمامه اول واحده قدمت رشدي اباظه في فيلم من بطوله مطلقه. في فيلم اسمه المليونيره الصغيره سنه 49. كان اول بطوله لرشدي اباظه وهي كانت نجمه كبيره في ذلك الوقت. أول وعمر الشريف هذا النجم الكبير كان وجه جديد وقتها في فيلم الصراع في الوادي، لولا موافقة فاتن حمامة كانت مرهونة ببطولة عمر الشريف للفيلم. وبالفعل نجح عمر الشريف وأصبح فيما بعد النجم المصري العالمي. حتى إن عبد الحليم حافظ وأحمد رمزي يا أستاذ يوسف في فيلم أيامنا الحلوة كانوا أول ظهور ليهم في هذا الفيلم كان بطولة فاتن حمامة. يعني والنجم الكبير محمود ياسين في فيلم الخيط الرفيع اول بطوله لمحمود ياسين مطلقه وامام سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه، وكانت لسه عائده الى مصر في ذلك الوقت. ويعني فاتن حمامه ادت فرص لنجوم كبار جدا، اسماء رهيبه. حتى الجيل الجديد فيما بقى الجيل اللي بعد كده هنشوف في فيلم افواه وارانب مجموعه وجوه جديده، منهم كان محسن محي الدين واحمد سلامه ومحمد عبد الواحد، مجموعه شباب وإناس الدغيدي وامبراطوريه مين كان هشام سليم النجم الكبير هشام سليم. الله يرحمه يا رب، الله يرحمه يا رب، الله يرحمه. انا كنت احبه قوي قوي يعني. ده هي قدمت هشام سليم، قدمت خالد ابو النجا سينيور، خالد ابو النجا الكبير، قدمت حياه قنديل، ليلى حماده، يعني عملت مجموعه. واخيرا قدمت في مسلسل وجه القمر النجم نيلي كريم وغاده عادل واحمد الفيشاوي. صحيح صحيح. وده كان هذا المسلسل كان انطلاقه كبيره لهؤلاء النجوم فيما بعد اصبحوا نجوم كبار بيحملوا اسماء افلام كبيره ومسلسلات كبيره. يعني ما فيش حتى عبله كامل، يعني النجمه الكبيره النجمه الاستثنائيه عبله كامل قدمتها في فيلم يوم مر ويوم حلو، ثم في مسلسل ضمير قبل حكمت، وكانت بتعتز جدا بعبله كامل. ويعني يعني نجوم كتير جدا هنقول مين ولا مين يا استاذ يوسف عكس ما يشاع عن هذه السيده العظيمه اللي بقى بيشاع من في الاونه الاخيره انها كانت بتقف ضد الفنان ده او الفنان ده اطلاقا. هي كانت حريصه كل الحرص على صورة العمل ككل من خلال الكاست اللي معاها. صحيح. وده صحيح. لصالح الكاست والأيام والتاريخ ثبت إن فعلا أعمالها الفنية سواء من مسلسلات أو أفلام هي الأعمال الخالدة والكلاسيكية في تاريخ الفن بصفة عامة. صحيح. أنا مشكورك جدا 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 أستاذ محمد شوقي المؤرخ الفني الكبير والمعروف.